برج القوس الطاقة بتاعتك النايت اوف سورد. برج القوس شكلك في حاجات معترض عليها، في حاجات عايز تغيرها في الطاقة الحالية، ممكن تكون بتعاني من عصبية. لأن أو بترفض عرض حب من شريكك، لأن أنت طاقتك النايت اوف سورد وهو طاقته النايت اوف كابس، فأنت نايت وهو نايت، بس هو جاي لك وحامل الكابس وأنت معترض، أو أنت مثلا قايل إن هو لو جالك مثلا هتقوله كلام أو هتفكره باللي فات، ممكن كمان تكون عندك طاقة تفكير كبيرة. طاقة برج القوس عندك طاقة غضب، طاقة غضب ورفض، ممكن يكون اتصرف معاك تصرف أو الانقطاع مثلا بينكم طال، أو انتوا مع بعض في الوقت الحالي مثلا الشخص ده اتصرف معاك بأسلوب غير لائق، قراءة ممكن تكون عكسية عشان يسمع لبرج القوس، فكل حد ياخد القراءة بالشكل المناسب ليه. أنا شايفة إنك أنت في الطاقة بتاعتك طاقة غضب، طاقة فيها رفض، إحساس بالرفض، أو أنت عندك إحساس مثلا إن الشخص ده رفضك قبل كده، رفضك قبل كده، فأنت لو هو جه تاني فأنت هترفضه، يعني في نوع من أنواع الأفكار دي، يعني في طاقة غضب عندك. طاقة شريك برج القوس النايت اوف كابس، طب الشخص ده بيحبك يا برج القوس جدا على فكرة، في الطاقة الموجودة، يعني أكيد ده لا ينطبق على كل برج القوس، لكن في الطاقة الموجودة الحالية الشخص ده بيحبك وعايز معاك زواج، عايز معاك زواج واستقرار. يا إما أنت بتقدم له حب ومشاعر بس، لكن في حاجة بتعوق ان يكون في زواج واستمرار، او العلاقة تكون مرسمة، حاجة تخص عادات تقاليد دين، انت تكون في زواج او هو يكون في زواج. طبعا اللي انا بقوله ده هي اختيارات انت تختار منها، يعني الوضع المناسب ليك، او ان الشخص ده يكون بالفعل فيه ده في عشق تجاهك، يعني يا برج القوس، وعاوز يكون معاك بارتباط رسمي، لكن انت حاد جدا، ممكن كمان يكون مش بيسيطر عليك غضب، ممكن تكون بتسيطر عليك طاقة سلبية في الوقت الحالي، طاقات سلبية بتخليك متخبط مش قادر تاخد قرار صح في الوقت الحالي، فخلي بالك من نفسك في الطاقة الحالية، لأن طاقتك مختلفة تماما عن طاقة شريكك، وطاقة شريكك حلوة قوي تجاهك على فكرة. طاقة العلاقة ما بينكو البيج اوف واند، طاقة العلاقة ما بينكو فيها فرصة لبداية جديدة أو تحقيق حلم، تحقيق هدف، بعضكم ممكن للبعض يكون في بينكو شغل أو حاجة فيها بداية حماس أو كده. طاقة العلاقة ما بينكو ممكن أنت بترفض بسبب وجود طرف تالت مثلا، او وجودك انت في طاقة سلبية مقيد بيها او مربوط بيها. طاقة العلاقة ما بينكم فيها حاجة لبداية جديدة، لكن فيها عدم قدرة على اتخاذ قرار في الوقت الحالي، في شخص متحمس جدا وفي شخص متردد وبيصد في العلاقة دي، قافل تمام. فدي الطاقات، انا شايفة برج الثور، برج الجوزاء، برج الميزان، برج الجدي، ممكن برج الدلو والاسد، تمام؟ طيب ايه مشاعره تجاهك؟ طيب مشاعره تجاهك ال 7 اوف سورد، 7 اوف سورد، الشخص ده يا اما حاسس ان هو خدعك قبل كده، يا اما حاسس انك انت خدعته قبل كده، ممكن يكون محتاج ان هو يكون حذر منك في العلاقة، او الشخص ده عايز يدخل حياتك من اول وجديد.
الشخص ده مثلا لو هو كان لعبي في السابق او كده، فالشخص ده عايز يغير حاجه معاك، عايز يعقل، عايز يفكر بحكمه، مش عايز يكون متهور في العلاقه. ناخد برضو من الورق الخاص بالمشاعر، فيها تفكير كتير. انت مشاعره تجاهك بقى فيها لخبطه، او هو واخد القرار ده من بعد تفكير عميق جدا. يعني ممكن الشخص ده كانت تصرفاته مشاعره تجاهك في تناقض وفي تضاد في المشاعر وفي العلاقة. الشخص ده عايزك تبقى فاهم ان العلاقة دي هتكون كويسة، او مش هتجيب ضرر، او مش هتجيب مشاكل، او هو مش هيكون ضاغط عليك في حاجة، او ممكن يكون العكس على فكرة. هو ممكن حس دلوقتي بنفور ممكن في المشاعر، انك انت ما بقتش معايا زي الاول. هو عنده طمع انك انت الشريك المناسب ليه. ممكن يكون بعضكم، ممكن يكون في اطفال او معرفة لبعض ممكن من الطفولة، لكن الشخص ده في مشاعره تجاهك عايز يبين لك انه العلاقة مش هيكون فيها مشكلة، او ارتباطه بيك مش هيكون فيه مشكلة، او لو في طرف ثالث مش هيسبب ازمة. مشاعره تجاهك الشخص ده عايز يقول الحاجة اللي هو بيحس بيها، عايز يتكلم معاك، عايز كمان ممكن تبعده عن محيط، تبعده عن مكان او اشخاص بتسبب لكم ضرر او بتسبب لكم مشاكل. لكن الشخص ده عايز يقنعك ان العلاقة بينك وبينه مش هتكون فيها مشاكل او فيها صعوبة، او هو يسبب لك اذى مثلا في حاجة. هو عايزك تكون فاهم ده، لكن هو في الوقت الحالي لو الشخص ده عنده طرف اخر او انت عندك طرف اخر، فانا شايفة انه في مشاعر تجاه حد انت شايف ان هو مناسب، والطرف الاخر انت عايز تخرج من العلاقة معاه، يا انت يا هو يعني. طيب ايه نوايا تجاهك او تجاه العلاقة؟ البيج اوف سورد. الشخص ده بيراقبك على فكرة، وعاوز ياخد قرار، عايز ياخد قرار وعاوز يتكلم معاك برضه. انا شايفة هنا الرغبة في الحوار متكررة اكتر من مرة. السورد ده كلام، طاقة كلام، طاقة افكار، حد عاوز في جواه حاجة، عايز يبعت لك رسالة مثلا. نوايا تجاهك او تجاه العلاقة، عاوز ياخد قرار فعلا بشأن العلاقة. والشخص ده اكيد لو القراءة ماشية معاك من البداية عايز عودة للعلاقة وعايز يحصل فيها توازن. الشخص ده ممكن يكون من برج ناري او زيك، او من برج هوائي، لكن انا هقول كل الابراج او الطاقات اللي موجودة. وممكن يكون في حياته مثلا اطفال، ممكن يكون ممكن يكون في حياته اطفال، ممكن يكون في طفل. لكن لو انت رجل من برج القوس، انا شايفة ان هي امرأة مثلا ممكن تكون حكيمة، عاقلة، متوازنة، عندها خبرة حياتية، ممكن تكون في عندها علاقة سابقة او زواج سابق وفي منه. لكن الشخص ده عاوز يكون معاك بشكل مستقر، وحاسس ان هو هيحقق لك سعادة او هيحقق لك راحة او امان، وعاوز يتكلم معاك حقيقي، سواء انت اللي بتسمع راجل او ست. طيب خطواته تجاهك او تجاه العلاقة، شايفة نوع من انواع الاستسلام. خطواته تجاهك او تجاه العلاقة، استسلام لقراراتك انت. من الواضح انك انت بترفض يا برج القوس. القراءة ممكن تكون عكسية، بس الواضح عندي هنا انك انت ممكن ترفض الشخص ده، او تبعد، او تجرحه بكلام او كده، او يحصل كلام حوالين الموضوع. المهم ان الشخص ده هيبتعد في صمت وهيراقب من بعيد. الكلام ده يحصل بعد ما الشخص ده مثلا يبعت رساله يعبر عن مشاعره بحاجه، بكلمه بسيطه، بهديه، بمحاوله اعتذار او حاجه زي كده.
انت كمان خلي بالك من الطاقة اللي موجودة عندك، يعني ممكن تكون دي سبب في ان يكون خاطر كده في شكل العلاقة، فخلي بالك من الطاقة اللي موجودة عندك دي يا برج الكون. مثير العلاقة. طيب حلو، مثير العلاقة التين اوف بنتكل على فكرة، مثير العلاقة. مصير العلاقة في احتمالية كبيرة قوي يكون في زواج، وفي احتمالية أخرى إنه مش هينفع زواج، يكون في شراكة عمل ناجحة جدا جدا جدا، في شغل، حاجة شغل ما بينكوا هيكون ناجح جدا، أو في زواج أو عودة أو لم شمل واستقرار وتوازن في العلاقة. في الحالتين أقول لكم على حاجة، سواء هيحصل ده أو هيحصل ده، أنت هتكون حاسس بسلام، أنت هتكون مرتاح، سواء انت او الطرف الاخر، لكن انت بالاكتر انت هتكون حاسس بتوازن. دي الطاقه بتاعتك انت، وده كارت برج القوس. انت هتكون حاسس بتوازن، يعني انت هتكون مرتاح للقرار او للمرحله اللي وصلت ليها العلاقه، حتى لو في الطاقه الحاليه، لان احنا مش بنتكلم عن مصير مطلق، وهيكون ممكن ليك القياده في العمل ده، او انت اللي بتدير العمل ده، او وشايفه هيكون في ليك احترامك في العلاقه دي، هيكون ليك تقديرك، ليك احترامك في العلاقه دي. لكن مصير العلاقه التين اوف بنتكل ده بيدل على حاجتين، يا اما شغل هتعملوا حاجه شغل مع بعض وهتكون ناجحه جدا وهتحقق لكم استقرار قوي جدا، ويا اما هيحصل فيه زواج، لان الامبرور والتين اوف بنتكل برضه زواج. وفي الحالتين انت هتكون مرتاح، هتكون مطمئن، هتحس بسلام، تمام؟ زائد ان في طاقه حلوه، في شفاء هيحصل على فكره، في شفاء هيحصل عندك من الطاقه السلبيه دي، وهيكون في توازن عندك وسلام، وفي تفتيح لعين ثالثه موجوده عندك، وهتكون قادر انت بتدير امورك بشكل مناسب ليك او بشكل يرضيك. الابراج اللي موجوده هنا يا برج القوس، شايفه برج الجدي، برج الدلو، قلنا ميزان، جوزاء، ثور، هنا برج الحمل وبرج القوس، ممكن برج الحوت، الدلو، الاسد، العذراء، دي الابراج الموجوده والطاقات كلها موجوده. من القادم للعازبين؟ القادم احلى حاجه احلى حاجه في الدنيا القادم، يعني حاجة حلوة جدا، ده كارت الشمس، ده فن قادم، فرحة، إشراقة، حياة جديدة، حياة مختلفة تماما. من قادم لبرج القوس في الفترة اللي جاية؟ وأنا هنا بقول من القادم مش من القادم، من القادم بتشمل شغل، فلوس، زواج، استقرار، تخلص من مشاكل، بتشمل كل حاجة. فهنا انا بقول ما القادم، القادم بدايه جديده تماما وحياه مشرقه تماما، اهو كمان اهو ما القادم، في زواج، في ارتباط، اكيد 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 باذن الله، تفاءلوا خيرا تجدوه، واعرف ان اللي انت بتفكر فيه هو اللي انت هتجذبه ليك، بتفكير وبمشاعر هو اللي انت هتجذبه ليك، ودي طاقه فيها بشره خير كبيره قوي. انت عندك الصمت وعندك التين اوف كابس، انا مش هاخد ورق تاني، يعني مش عايزه اطلع ورق تاني، فخلينا في الاثنين دول ونشوف برضو من الرومانس القادم. انا شايفه في زواج، في اسره، ممكن بالنسبه للمنفصلين ممكن يكون في لم شمل، ممكن يكون في شفاء من طاقات سلبيه، ممكن يكون في كمان ايضاح لامور. انا شايفه حياه جديده مشرقه تماما، ممكن ده يحصل معاك على الربيع او على الصيف، مش شايفاه في الطاقه بتاعت القراءه، جاي لي احساس بكده من طاقه الورق. ما القادم لبرج القوس؟ حب حقيقي، باست لايف، وكيمستري. في حاجة أنت لازم تتخلص منها أو حاجة لازم تنسيها. طيب القادم أكيد بالنسبة للعازبين برج القوس، العازبين دول سواء هم مش في ارتباط خالص، أو هم
مطلقين منفصلين كده كل الحاجات دي يعني، فالقادم ليك زواج ارتباط، ممكن لو انت كنت في الزواج مثلا وعاوز ترجع، لان القادم ليك سعاده كبيره قوي وعاوز ترجع لشريكك وفي بينكم اطفال، فهيكون في اجتماع ولم شمل. لو انت في حياه تانية جديده، فهتكون المهم اللي هيحصل الشيء اللي هيسعدك، يعني اللي هيحصل حاجه هتكون بتبسطك انت. شايفة كمان الحب اللي جاي في حياتك ده او ارتباط، انا شايفاه يكون بالنسبة لك حب حقيقي. لو انت حد ما تعرفوش، ممكن يكون حد من الماضي بالفعل هو اللي رجعلك، ولو انت ما كانش فيه في حياتك حد، فممكن يكون حد انت تحس انك تعرفه. العلاقة بينك وبينه بتاخد شكل الباست لايف، اللي هي ممكن توأم روح، ممكن باست لايف بتشمل كل العلاقات، بس ما دام هنا فيها سعاده فهو من الواضح، وهنا فيه كيمستري فمن الواضح ان اللي جاي لك هيكون توأم روح، حب حقيقي وتوأم روح، لان دي بتشمل توأم الروح والشعره وعلاقات الكارما والحاجات دي كلها. لكن ما دام هنا انت مبسوط وسعيد، لان الكروت برضه اللي معاها هي بتقول، وهنا فيه ترو لاف يعني حب حقيقي، لكن وهنا الكيمستري، فده انا اقول عنه ان هو علاقه توأم روح. طيب ناخد اجابه الملائكه نشوف هيقولوا لك ايه، او انت مطلوب منك تعمل ايه، او تمشي ازاي في الفتره دي، او افكارك او كده. بنبه كتير قوي ان احنا نخلي بالنا من افكارنا، الطريقه اللي احنا بنفكر فيها تجاه المواقف او تجاه نفسنا، حتى لو زعلنا شويه الزعل ده ما يطولش، يعني ما حاله الحزن ما تبقاش كتير. ادي هنا كمان تاكيدا لبدايه جديده وصفحه جديده تماما في حياتك يا برج القوس في المستقبل القريب. اكيد طب بعضكم في عنده شكوك، في عنده شكوك تجاه موقف ما، او ان معقوله ده يحصل، او ان معقوله حياتي يحصل فيها كذا، او الحاجات دي كلها مش صح ان انت تكون بتفكر كده. هنا بياكد لك بكارت يس، هنا في عندك مشكله فيما يخص الرفض او عدم التصديق. مهم جدا الايمان بالشيء عشان يحدث، حتى لو هو من وجهة نظر الاخرين مستحيل ان هو يحصل. مهم جدا ان احنا نكون مؤمنين بالحاجة اللي احنا عايزينها، فبايمانك بالحاجة وانك انت مصدق فيها ايا كان هي ايه، الحاجة دي هتحصل. فمن الواضح ان هنا لازم تخلي بالك من طريقة افكار زي كده. في هنا حاجة بيقول لك عنها ليت جو، بصوا هنا في الطاقة، هنا ليت جو، وهنا في الطاقة كان ريليس يور اكس. في حاجة بعضكم لازم يسيبها، مشاكل من الماضي، اشخاص من الماضي، علاقة من الماضي، في حاجة لازم تتخلص منها او تخرج منها، لانها اتكررت في طاقة اكتر من مجموعة ورق يعني. فخلوا بالكم برضو من نقطة زي دي، لو في خطوة انتوا لازم تاخدوها او تصرف تجاه حاجة او تجاه موقف، ممكن بعضكم يصلي استخارة، ممكن يصلي استخارة، ممكن يعمل تأمل. هي صلاة الاستخارة ايا كان دينك يعني، شوف كل حد بيستخير بيتعامل مع ربه بالطريقة اللي هو دينه بيقول له عليها يعني. المهم انك انت هتوصل لإجابة للحاجة اللي انت متلخبط فيها في الوقت الحالي او بتسأل عنها. قلت كمان انا كل الابراج اللي